في هذه المباراة مقابل الحارس ليمان الذي كان موفقا جدا. ما هي النتيجة الآن في الركلة الأولى؟ نيستل روي لمانشستر يونايتد في مواجهة الحارس، وحتى لا يتراجع كثيرا نيستل روي، يعني وقفة لا أكون مستهترة. يصوب الآن في مرمى، هدف أول أخيرا تهتز الشباك، هدف لمانشستر يونايتد، وفان نيستل روي يحتفل بالهدف الأول من ركلة الترجيح. مانشستر يونايتد 1 أرسنال لا شيء. لاحظوا بهدوء وضعها عن يمين ليمان الذي ذهب يسارا. الآن الركلة الأولى لفريق أرسنال، فرحة كبيرة عنده، يبدو هادئا أم خائفا أم مترددا. يسجل لوران لأرسنال، وفرحة بالمقابل من جمهور أرسنال، هدوء كبير من هذا اللاعب. ليس إنجليزيا لأن نقول أنه يملك الدم البارد، ولكنه ينجح في التسجيل من ركلة الترجيح. وبول سكولز يأتي من بعيد من أجل الركلة الثانية لمانشستر يونايتد. ممتازة الركلة هذه من اللاعب الكاميروني لوران. بول أمام الحارس ليمان، ويوصل الحارس، يصد الحارس الكرة، ينجح فعلا ينس ليمان في مواصلة تألقه وفي منع بول سكولز. كما قلت اللاعبون الكبار يضيعون أحيانا، وهنا بول سكولز يلعب كرة سهلة لمن توقعها وسطها. قلت أثناء المباراة أن تألق ليمان سيعطيه شحنة معنوية كبيرة. في يونبيرغ يسجل هدف ثاني لأرسنال. أرسنال يتقدم بإصابتين لواحدة من ركلات الترجيح.